ومن ناحية حاجات كتير قوي هتكلمنا فيها ضيفتنا الجميلة مدام أمنية. صباح الخير عليكي صباح الفل، وأهلا بيكي معانا مرة تانية، صباح وإحنا سعداء الهنا، إنك تبقي معانا في البرنامج. ربنا يخليك، ده شرف ليا. اصبح الاول ما ينفعش، صبحي زي ما واحنا انت عايزة. القعده الحلوه دي اللي فيها الواحد حاسس بحريه الحديث. صباح الفل والهنا والسعاده على شعب مصر كله وعلى الوطن العربي، ونتكلم في حاجات مهمه بالنسبه لكسر الخواطر. كسر الخواطر زي ما قلنا في حاجات كتير تحتيها، هتكلمينا النهاردة عن كسر الخواطر. وسمعنا في فيديو من يوم تقريبا أو يوم ونص، كانت السيدة اللي هي أم أحمد، أم فاطمة، أم فاطمة، كانت بتعيط إن جوز بنتها طردها من البيت، وبنتها طردتها وهي مش عارفة تروح فين ولا تعمل إيه، دي حقيقة وكانت زعلانة جدا. أوي. أنا طبعا آسفة جدا للموقف طبعا اللي اتحطت فيه طبعا، السيدة دي، وما كنتش أتمنى إن بنتي تعمل كده في أمها، وارد وخاصة وبيحصل، إنها بتخبط على بابها. وارد. في حاجات كتير في الدنيا احنا دلوقتي بنشوفها وبنستغربها وبنندهش انها حصلت، بنحس بالنسبه لنا انها ايه دي، إيه معقول؟ معقول، في يعني ده بيحصل؟ ايوه في، بيحصل واكتر من كده. ان كنت بس تألمتي امبارح او اول امبارح عشان ام فاطمه سيده مصريه تألمت ونزلت مكسور خاطرها من عند بنتها، بنتها اللي بيتها ده، هي اللي جهزت، هي اللي حطت، هي اللي فرشت، هي اللي عملت، وفوق ده ونزلت من كله البيت هي ده اللي مكسور ربت، الخاطر، هي اللي ربت وهي اللي شالت وهي اللي عملت علمت. كل حاجة وعلمت وكل حاجة. هل تستحق الأم كسر خاطرها؟ هل تستحق أي سيدة كبيرة في السن أو رجل كبير إن حد يكسر بخاطره؟ ده احنا شفناها فين في تربيتنا القديمة؟ ده احنا بنحترم الكبير، بنقدره، بنقول له اتفضل عدي يا ماما، اتفضلي يا حاجة. فين هي، فين هنا جبر الخواطر زي ما ربنا حتى أمرنا وقال لنا اجبروا بخاطر الناس، اجبروا بخاطر الكبير، بيقول لك جبر الخواطر على الله. يبقى ازاي اصلا انت بتسمحي لنفسك او انت بتسمح لنفسك انك تكسر بخاطر حد؟ هنا اصول التربية، هنا القوانين اللي ربنا جعلها في حياتنا وجوه بيوتنا، قوانين نعملها ونمشي عليها عشان ما نقلمش حد ولا نكسر بخاطر حد. لكن انت لما بتعمل كده في ست كبيرة، انت بتوصل عند ربنا ان ربنا هينظر لك يوم القيامة بإزاي؟ هو زي ما الإمام علي رضي الله عنه قال إن الأدب لا يباع ولا يشترى، بل هو طابع في قلب كل من تربى، فليس الفقير من فقد الذهب، وإنما الفقير من فقد الأخلاق والأدب. دي كانت الحديث بتاع الإمام علي رضي الله عنه. وطبعا سيدنا محمد كان طبعا لما وصفوه قال إنك على خلق عظيم، طبعا أو قال إنك على خلق كريم. هنرجع تاني ونقول ليه بيحصل كده؟ حلو. إيه اللي بيخلي الأولاد يعملوا في أهلهم كده؟ إيه اللي بيخلي المجتمع يغير عاداته وتقاليده وقواعده ونمشي بالطريقة دي في المجتمع؟ إيه السبب؟ إيه السبب؟ السبب ان جوه البيت، جوه الاسره الصغيره، جوه البيت ده لازم يبقى فيه قوانين، قوانين نعلمها لاولادنا. مش بس يا حبيبتي ده او بس ده او ما تعمليش ده، لازم ننشئ قانون العيب داخل بيوتنا، لازم نعلم ولادنا. مش نقول لابننا ما تاخدش حاجه من حد، ما تمسكش الفاز، ما تعملش كذا، لا مش هو ده.